بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي ام بي سي اف ام بي سي اكشن ومستمعين عبر ام بي سي اف ام وايضا من يشاهدنا في تطبيق شاهد في اي بي، اهلا وسهلا بكم في كل مكان، وخاصه المونديالين اللي متاهلين لكاس العالم في قطر لعام 2022. يا زين هالفرحه ويا زين هالتاهل اللي يجي بدري ويريح الواحد بشكل كبير، وهذه يعني تعود الى توفيق الله اولا، وثانيا الاستراتيجيه التي وضعت من المؤسسات الرياضيه سواء وزاره الرياضه او حتى الاتحاد السعودي لكره القدم في تحقيق انتصارات متتاليه في البدايات اللي دائما نقول هي الاهم. ريحتنا كثير في اخر جولتين اللي بغض النظر عن نتائجها المنتخب السعودي وصقوره الخضر موجودين في المونديال المره الثانيه على التوالي وللمره السادسه في تاريخ هذا الجيل، بالفعل كتب اسمه بماء من ذهب في التأهل المونديال الثاني على التوالي وبأحقية كبيرة بأسماء يعني سطرت أنفسها في تاريخ الكرة السعودية. وإذا جينا نطري الأسماء فبالتأكيد أن هذه الأسماء التي تعود إلى الدوري القوي، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان التي أصبحت مخرجات عالمية بكل المجالات. يعني إحنا ما نشاهد المنتخب السعودي فقط بل نشاهد حتى المنتخبات العالمية الأخرى التي تنافس للتأهل لكأس العالم، تجد في كل منتخب تقريبا لاعب من دوريك. بالأمس كان إليسكي وصديقه لاعب الفيحاء كانوا سبب في وصول منتخبهم مقدونيا لمرحلة متقدمة في التصفيات بعد إقصاء مين؟ إقصاء المنتخب الإيطالي. اليوم وانت تشوف مباراة الكاميرون والجزائر تشوف لاعبين من الدوري السعودي جالسين يتنافسون في المحافل العالمية. المنتخب المصري وإن نقصهم حجازي السد العالي في نادي الاتحاد لكن شيء والله يثلج الصدر. حتى في أمريكا الجنوبية تشاهد منتخب كولومبيا عندك لعيبة سعوديين، لوروغواي عندك أيضا لعيبة من الدوري السعودي، عندك البيرو اللي بالمناسبة نتحمد بالسلامة لكاريو اللي أصيب فجر اليوم إصابة قوية في الركبة قد تغيبه عن مباراة الأوروغواي القادمة وما بعدها. وغير كذا احنا في زحام من النعم والله ولله الحمد. التأهل اللي جاء الأمس، اليوم عندنا محفل عالمي أيضا تستضيف السعودية يتمثل في إحدى جولات الفورمولا 1 اللي قبل أشهر قليلة كانت جدة تستضيفها في الجولة القبل الأخيرة، والآن يتكرر المشهد. وقبلها عاد رالي دكار، وقبلها فورمولا إي، وقبلها واللي جاي إن شاء الله أكثر في السعودية التي باتت اسمها مرتبطا بشكل كبير في البطولات العالمية مشاركة واستضافة. الله يعز المملكة. نبدأ الحلقة.